وينستون تشرشل قرر عقد مؤتمر في القاهرة في بداية عام 1921، يعني في شهر آذار من تلك السنة، لدراسة الوضع في المنطقة ووضع الترتيبات التي تريح بريطانيا. فقد كبدت بريطانيا خسائر كبيرة، الثورتان المصرية والعراقية. مؤتمر القاهرة الذي عقد بين 12 و24 من آذار سنة 1921، قرر تشرشل ترشيح فيصل ابن الحسين لعرش العراق. علموا بوجود عبد الله بن الحسين في شرق الأردن في مدينة معان، فقالوا نحن نعقد اتفاقا معه لقيام إمارة في شرق الأردن يتولى إدارتها.